النهاردة هنتكلم عن تاني ظاهرة بتقلل من الكفاءة بتاعة الديستيليشن كولوم أو التري بتاعة الديستيليشن كولوم، ألا وهي الدامينج. الدامينج دي ليها كذا اسم تاني، ممكن تلاقيه بيقولك في المصنع إن في درين، أو ممكن يقولك في المصنع إن في تيرن داون، وكل المصطلحات دي أو أشهرهم اللي أكتر حاجة مشهورة اللي هي الويبنج. كل المصطلحات دي ليها نفس المعنى، وهو ان حصل تسريب. يعني ايه؟ يعني يقول لك ان البرج بيسرب او بيليك. تمام. طيب نفتكر مع بعض كده الكفاءه اصلا بتاعت الصينيه كانت بتمشي ازاي. لو احنا عندنا الصينيه دي، فاحنا عارفين ان طالع من الصينيه اللي تحتها فيبر، والصينيه نفسها بيكون نازل من الداون كامر عليها، وبعدين من الداون كامر التاني ليكويد. فاحنا عندنا الليكويد بيتحرك لتحت والفيبر بيكون طالع لفوق. عرفنا برضو ان المفروض ان الصينية بيكون فيها الثقوب دي، او بتكون بيرفوريتد تري، عشان الفيبر يعرف يعدي. ولما يعدي للليكويد ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ما بينهم كونتاكت. الماس كونتاكت اللي بتحصل ما بينهم، الهدف منها ان الليكويد بيشيل اني هيفي كومبوننت، اي هيفي كومبوننت موجودة في الايه، في الفيبر، اي مركبات تقيلة. يعني الفيبر ده المفروض يكون فيه لحد سي 4، فالليكويد المفروض لو لقى سي 5 يعمل ايه؟ يشيلها. تمام كده. فده فكرة الكونتاكت اللي بيحصل على الصينية. لو الكونتاكت ده ما حصلش بصورة كويسة، ده بيقلل الكفاءة بتاعت الصينية. تمام. والليكويد عندنا برضو لازم يكون بيتحرك، والفيبر بيكون بيتحرك. يعني لو الصينية فضل عليها الليكويد بس كده ما اتحركش، هيبتدي يحصل له ايه؟ هيبتدي يسرب، يبتدي ينزل من الثقوب دي، فبالتالي هيحصل عملية التسريب اللي بنتكلم عليها او الويبنج. تمام. طيب نيجي بقى نبص لشكل الصينية بيكون عامل ازاي. احنا المنظر اللي عندنا ده شكل الصينية، وكأننا بصين عليه من البلين، او بصين عليها من فوق. يعني فتحنا البرج من فوق كده وبصين عليها، هنلاقي ده شكل الصينية. الصينية بيكون فيها برفريتد، دي الثقوب اللي انا عمالة بلون فيها، وبيكون اللي ماشي بالاسود ده هو ده الليكويد فلو جاي من فوق. يعني داون كاب دي داون بور اريا، معناها ان في داون كامر فوقها. يعني الحتة اللي فوق اللي انا بشاور عليها دي فيها داون كامر. تمام كده. وبعدين الليكويد نازل في الداون كامر كده، وبعدين قماشة على الصينية. ايه اللي ممشيه على الصينية وفيها ثقوب وملايكش لتحت، ملايكش او حصل له ويبنج او دايبنج، او خلى الصينية فيها ترن داون؟ ان في فيبر طالع من تحت. يعني لو جينا بقى نرسمه، هيبقى من تحت كده الصينية في فيبر طالع بسرعة كويسة وفلوريت كويس، فقادر ان هو يشيل الليكويد على الصينية، فالليكويد ما يمشي في مساره الطبيعي ويوصل للوير زي ما احنا شايفين هنا كده، ويبتدي بعد مستوى معين ينزل للداون كامر اللي ايه، الداون كامر اللي بعده. تمام. طيب ده اللي المفروض يحصل في الايديال كيس، لو ما فيش اي نوع من انواع المشاكل. لكن طبعا بيحصل فيه مشاكل زي ايه؟ لو احنا جينا بصينا هنا وسألنا نفس السؤال اللي انا بسأله من البداية، احنا لو نزل عندنا ليكويد من داون كامر، ايه اللي يخليه ما ينزلش من هنا ويفضل ماشي كده؟ ايه اللي يخليه ما يحصلوش ويبنج او ليكج هنا، ان هو يعدي من السيف هول؟ ان موجود فيبر ات هاي دلتا بي او بريشر دروب. الفيبر اللي طالع بسرعة عالية وفرق ضغط عالي، لدرجة انه قادر ان هو يشيل الليكويد ويمنعه من ان هو يليك او يسرب من ايه، من الهول سيف، من السيف هول، وان هو يفضل ماشي على الصينية او يعدي الوير ويجي نزل على الايه، على الصينية اللي بعدها من خلال الداون كامر. يبقى احنا كده وصلنا لحاجة مهمة، ان الظاهرة بتاعت الدومينج اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة دي او التيرن داون، بتحصل بسبب ان الفيبر فلو ريت از لو. يعني هي مش زي الفلادنج بقى ليها اسباب كتيره ومشاكل في الديزاينات، لا، السبب اللي بيخلي ان البرج يسرب ان هو يبتدي ينزل على الصينيه اللي تحته، مش عن طريق الداون كامر، لا، عن طريق الفتحات اللي موجوده في الصينيه،
هو ان الفيبر فلو اللي عندك اصلا قليل مش قادر يشيل الليكويد. طيب فاحنا كده عرفنا السبب بتاع الظاهرة. طيب نبص بقى على ايه، على ازاي نحل الظاهرة دي. طيب لو جينا بقى بصينا ان احنا عندنا ده برج تقطير، برج التقطير كاتيبيكال يعني بيكون عليه من فوق كوندنسر او كولر، الكوندنسر او الكولر ده بيرجع لنا جزء ريفلكس، وفي جزء بيطلع ايه اللي هو الاوفر هيد، حاجة طالعة برودكت مسحوب من فوق، تمام. وبما ان ده كوندنسر او كولر فاحنا ان هو بيقلل لنا درجة الحرارة، فيبقى الرمز بتاعه لفوق. ونيجي من تحت، احنا عارفين ان في ريبويلر بيسحب من تحت وبعدين يسخن هنا وبعدين يرمي جزء على الديستليشن كولوم، وجزء من تحت بيبقى ايه اسمه البوتوم، ده البوتوم برودكت بتاعنا، والريبويلر بيزود درجة الحرارة السهم بتاعه يبقى لتحت، تمام كده. ده ريبويلر وده كوندنسر. بيقولك علشان تحل المشكلة دي ان انت عندك الفيبر اللي طالع قليل، فانت هتعمل ايه، هتيجي تزود الريفلكس ريتيرن. الريفلكس الرجع ده بيقولك زود الكمية بتاعته شوية. طب انا لما ازود الكمية بتاعت الريفلكس ازاي هيزود كمية الفيبر؟ لو احنا يبقى السوليوشن بتاع الموضوع ده ان احنا نزود increase الريفلكس ريت، فهيحصل ايه لما تبتدي ترجع ريفلكس هنا، فدرجة الحرارة بتاعت البرج هتقل، صح كده، لان هنا بيحصل عملية ايه، بيحصل كولينج، فالحرارة هنا هتقل، فبالتالي الحرارة في البرج هتقل. فالريبويلر يقول ثواني انا معمول لي سيت بوينت او درجة حرارة، ما ينفعش الجزء التحتاني بتاع الديستليشن كولوم يقل عنها. طيب ده الحرارة بدأت تقل تقل، فيبتدي الريبويلر يشتغل أكتر ويبتدي يسخن أكتر، فيبتدي يبعت فيبر أكتر للديستيليشن كولوم، فبالتالي كمية الفيبر هتزيد. وهو ده الحل، احنا المشكلة كانت عندنا ان الفيبر قليل، فلما رجعنا ريفلكس أكتر الحرارة قلت فوق، فما الحرارة قلت فوق سمعت تحت، فالريبويلر قال ده أنا كده مش شايف شغلي، لأ أنا أبتدي أشوف شغلي أكتر وابعد فيبر اكتر واسخن اكتر، فبالتالي يبعد فيبر اكتر، فبالتالي ان احنا نتفادى عمليه التسريب، لان في كميه فيبر ممكن تشيل كميه الليكويد اللي نازله اللي بتسرب، بس ما ينفعش ان احنا نرجع كميه فيبر كتير، عشان زي ما عرفنا في الفيديو اللي فات ان لو في فيبر كتير هيبتدي يشيل الليكويد معاه ويحصل عمليه ايه فلودنج، يجي واخد الليكويد ومطلعه على الصينيه اللي فوق. فاحنا عندنا الحل هنا ان احنا نزود كمية الايه الريفلكس الرائع. طيب من الحاجات الجميلة ان البابل كاب دي يعني هي مهدور حقها، هي ما بقتش بتستخدم كتير علشان هي ليها مشاكل كتير في ان التصنيع بتاعها بيعوز كوست كتيرة، وانها بتكون تقيلة، والاوبريتنج بتاعها اصلا بيكون صعب. بس البابل كاب بيتقال عليها كلمة بخصوص حوار الليكج ده او حوار التسريب، ان البابل كاب اسمها ليك بروف. يعني ايه ليك بروف؟ يعني ضد التسريب، ضد التسريب ما بتسربش. ليه؟ لان احنا لو جينا بصينا على الديزاين بتاعها، لو ده الداون كاميرا اهوت وادي الليكويد ماشي هنا، الليكويد مش هيعرف ينزل لتحت اصلا، ومش عايز حاجه تشيله، لان اوريدي في كاب، في غطا موجود على كل سلوت، او موجود على كل نسميه على زي ما يكون في هول كده او ثقب، كل ثقب موجود او برفوريتد بارت موجود او هول موجوده، موجود عليها كاب مغطيها، فازاي هيتليك منها او هيتسرب منها ليكويد. فبالتالي هي بيتقال عليها ان هي ليك بروب، فبالتالي انت الفيبر بتاعك مش لازم يكون قد دلتا بي معينه ولا اد فلو معين، البابل كاب بتوبريت عند اي بريشر او عند اي فيبر فلو، تمام كده. فهي دي من المزايا اللي بتضاف للبابل كاب. لكن احنا لو بصينا على البرفوريتد، فالبرفوريتد عبارة عن شوية ثقوب، لو جينا رسمناها كده ثقوب، فلازم فيبر فلو معين علشان يمنع الليكويد ان هو ينزل. لكن في حالة البابل كاب انت مش محتاج ان انت
يبقى عندك فيبر فلو ريت معين، لا انت بتشتغل في وايد رينج. ودي الظاهرة التانية اللي احنا كنا المفروض نتكلم عنها اللي هي الويبنج، وهي من احد الاسباب اللي بتقلل الكفاءة بتاعة التريدس اوف ديسيليشن كله.